صباح الخير عليك يا شاذلي، صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. يعني شهر الفضيل رمضان في مصر حاجة تانية، دايما الطقوس الرمضانية في مصر مختلفة عن أي حتة تانية. أكيد في طقوس في كل الدول العربية والإسلامية، لكن طقوس المصريين دايما مختلفة. وأجمل ما فيها الحقيقة هي اللمة اللي بتكون جوه الأسرة. وأنا هنا وأنا بتكلم عن الأسرة مش بتكلم عن الأسر الصغيرة جوه البيوت، لا أنا قصدي على الأسر الكبيرة اللي ممكن تكون قرية كاملة أو حي كامل. دايما تلاقي مبادرات مع الناس في الشارع أو في منطقة بتجمع كل الناس مثلا على مائدة إفطار واحدة، وده شفناه يمكن امبارح في منطقة في حي شبرا واللي اتجمع فيها الناس كلها، وكان عددهم تقريبا 4000 شخص كلهم فطروا مع بعض على مائدة إفطار واحدة. أعتقد إنه الحاجات دي ما بتتشافش غير في بلدنا. ده صحيح، وبعدين 4000 شخص ده رقم كبير على فكره، يعني رقم مرعب. يعني تلاقي مثلا السفره بتاعتهم هيبقوا قافلين المنطقه، شوارع قافلين شوارع. طبعا جميل في الموضوع كمان ان المنطقه دي كلها كانت متجمعه بمسلمينها ومسيحييها، وطبعا احنا عارفين ان الاخوه المسيحيين دلوقتي عندهم هم كمان فتره الصوم الكبير، عشان كده اتعمل وجبات خاصه للمسيحيين اللي اتجمعوا على نفس مائده الافطار. وطبعا المائده زي ما كنا بنقول كانت ممتده لعشرات الامتار في الشوارع في شكل الحقيقة كان كله محبة ود وأجواء أخوية وإيمانية وروحانية جميلة جدا يا هدير. حال الأجواء دي برضو يعني نفضل نقول إنها على الأقل بتكون واضحة قوي في بلدنا عن أي بلد تانية، ويعني دايما بنشوف الأجواء دي في موائد الإفطار اللي بيعملها إخواتنا المسيحيين للمسلمين، وبتكون عادة عندهم في شهر رمضان ومتمسكين بهذه العادة لأنها الحقيقة بتحافظ على روح المحبة والتراحم والتلاحم الموجود بين نسيج الوطن. ده احنا كده بس بنقول مثال، الموضوع منتشر جدا في كل محافظات الجمهورية. بالتأكيد حضراتكم متابعين على السوشيال ميديا وشفتوا على الفيسبوك صور لموائد رحمن عاملها إخواتنا المسيحيين بيجهزوها وبيحضروها، وهم كمان اللي واقفين بيوزعوا الأكل على الترابيزات وبيشدوا الناس كمان عشان يدخلوهم. شفنا نماذج كتير حقيقة خلال الفترة اللي فاتت، ومش شباب مسيحيين فقط، ده رجال الدين المسيحي كمان قائمين على حاجة زي دي وبيوزعوا كمان مية وتمر وقت الفطار. عايز أقول بالمناسبة دي أنه المسلمين كمان والمسيحيين بيتزامن صومهم، أو زي ما بيتزامن صومهم مع بعض كمان هيتزامن الأعياد أو هتتزامن الأعياد مع بعض. الأقباط هيخلصوا الصوم الكبير وهيحتفلوا بعيد القيامة المجيد في 24 إبريل اللي جاي، وبعدها بكام يوم يمكن هيكون عيد الفطر المبارك، وربنا يجعل أيامنا كلها أعياد. نصبح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.